كان عندنا مشاركة 15 يوم. فكان في أحد المنشدين المشاركين في مهرجان التصوف العالمي، كان أحد المشاركين من الباكستان، ومشهور بقصيدة ياهو. وشعرت أنه الجمهور قرابة 150 ألف 100 ألف الحضور. لما بيقول ياهو الله أكبر، الناس تصير طايرة بالسماء، شو عم يصير؟ شو عم يقول؟ ياهو سبحان الله. وهو أسلوبه وصوته مو يعني ما فيه النقاء أو ما في سلطنة يعني، معناتها كلمة ياهو هي الأثر الكبير. فسبحان الله أخذت الفكرة، وتاني يوم نحن الفقرة تبعنا، فكان هذا اللحن. اسمع هذا. ياهو الله الله يبارك فيكم.